هذا مشروع وطني عام. أغمض مؤرخ اليمن وصوتها الحميري الأصيل عينيه، وأسلم روحه وهو عن بلاده بعيد. فؤاده كان دوما طوفانا، وحين غادر جسده كان بقلبه حاضرا في وادي بنا وأبين ووادي زبيد. مطهر بن علي الإرياني اسمه لن ينساه اليمنيون، ولن يغيب عن ذاكرتهم كشاعر وأديب ومؤرخ ومختص في قراءة النقوش السبائية، فقيه لغوي وخبير في الفلك ومواسم الزراعة وجغرافية اليمن وتراثها وتاريخها وآدابها العربية والقديمة ولهجاتها وعاداتها وتقاليد تراثها الحضاري. تسابق على تلحين وأداء أعماله الشعرية كبار الفنانين من أمثال علي بن علي الآنسي الذي لحن وغنى له ملحمة الحب والبن التي تعد واحدة من أهم الملاحم الفنية التي كانت تحكي قصة شغفه بالريف اليمني وشاعريته الممزوجة بعرق الفلاحين ورائحة الأرض اليمنية الخصبة. كان من أفضل من كتب المواويل والمهاجل والزوامل والدان والزجل والموشح والبالة والحميني، وعبر عن الوجدان الشعبي وضمير الشارع وقيمه الثورية السبتمبرية. كان عميقا في الفرح ممتلئا بالذات اليمنية. ألهمت كلماته وأشعاره الروح الوطنية، وصور كل مساوئ الإمامة واختزلها في ملحمته التاريخية البالة التي تفنن في أدائها الفنان الراحل علي حمود السمة. غنى للحب والبن، عشق قران الثريا وبشر حارس البن بطيب الجنى. البالة خرجت أنا من بلادي في زمن الفنا. عاش عاشقا للجمال وللكمال، أحب الأرض وغنى لمواسم الزراعة والحصاد. كان جنديا وفيا للثورة، واعتبر مهنة الجندي مقدسة وفيها الكثير من البطولة والتضحية والفداء، واعتبره حارسا لآمال الشعب وحاميا لأحلامه. من سيكتب بعد اليوم للحب والثورة ويوثق لمواسم الحصاد ويشرح النقوش الحميرية ويعيد ترجمة الملاحم وينثر الحكم على اليمنيين؟ من أين لليمنيين سفير يخبر العالم بمدى عظمة حضارتهم وإرثهم التاريخي والإنساني؟ على وقع أية قصائد سيسمر اليمنيون لياليهم الطويلة؟ ومن سيكتب للقات والمداعة وارتجاف البن في صباحات مواسم الحب التي يحتاج اليمنيون لمن يهديها لهم كما فعل مطهر الإرياني؟